طيب طبعا يعني بعيد عن التحيات والسلامات بشكر الدكتور حسين على دعوته لي على كل مره كده انا هكلمكم النهارده على حاجه كده من ناحيات ظريفه وكان كلنا بنشوفها وكلنا كدكاتره كده بنحتاج ان احنا بنحتاج ان احنا نتعرض للعيانين دول، العيانين اللي عندهم مشاكل في الكلى ومشاكل في القلب. هل في لينك بين الهارت والكيدني؟ هنشوف هو مهم ولا لا، هنشوف مهم النيفرولوجيست يتكلموا عليه ولا الكارديولوجيست برضه غلط، هنشوف وهل اللي هيعالج العين ده مين؟ طبعا احنا في مصر كلنا الحمد لله احسن بلد فيها تيم وورك ولو متعاونين كده ناخد راي الكارديولوجي وراي الجيرونتولوجي، محدش فينا يقول لا ده غلط، مين اللي عمل لك العلاج ده؟ وهنشوف مين فيهم اللي يختص. احنا عارفين طبعا الاكيوت دايليت هارت فيلير ده از كومن في الكارديولوجي، هو بيعتبروه عندهم زي الاكيوت رينال فيلير. بيلاقوا ان اكثر من 80% من العيانين اللي عندهم اكيوت دايليت فيلير عندهم جي اف ار اقل من 60 من اول 60 وانت نازل، ومعنى كده ان الموضوع ده بريفلنت. مش بس كده، لو البيشنت عنده ده الضغط وده البان والكرياتنين، لو ما عندوش حاجه من الثلاثه دول من غير 2.3 لما يبتدي اليوريا تعلى المنتج تبقى 13% لما الكرياتنين كمان يعلى المنتج بتبقى 20% في مرضى القلب اللي عندهم سي تي دي، فده معنى كده ان هم يهمهم قوي كده. كلنا عارفين السلايد الشهير دوت ان في ستيج 1 سي الجنرال بوبيليشن عندهم تندنسي ان يجي لهم اكيوت ام اي او اكيوت كروني 0.004، لما يبقى ستيج 1 يبقى 0.4، كام في المية زيادة؟ 100% 100 مرة زيادة. لما يبقى عنده ستيج 5 يبقى 1.6 يعني 400% 400 تايم ذا انسنس اوف كرونيك بالسي دي. كمان لما يزرع ينزل ل 0.8 يعني 200% 200% ضعف النورمال بوبيليشن. ده برضه يؤكد ان في لينك. نيجي بقى نشوف على المقابل الناس اللي عندها الهيموليزيس، لو الانسنس اوف كرونري في الجنرال بوبيليشن من 5 ل 12 فهم عندهم 40%. لو الليفت فيك افيرت في 20% في الجنرال بوبيليشن في الدياليسيس 75%. لو الهارت فيلير 5% في الجنرال بوبيليشن 40% في الهيموداياليسيس بيشنت، يبقى از ذير لينك؟ اكيد في لينك طبعا. وعشان كده ابتدوا يتكلموا على فورمان كاول دوت، ابتدوا يتكلموا في 2004 2006 على حاجه اسمها كارديو رينال سندروم. طبعا ان هم اللي بدعوه فسموه كارديو رينال مش رينو كارديو زي ما احنا قلنا، بتوع الليفر قالوا بيباكوا رينال، هم سابقنا وهم اللي محتاجينها في الاخر. قالوا ان في تقريبا 25% من اللي بيخشوا الاكيوت دايركت هارت فيلير ده عندهم الكاردينال سندروم، وريسك فاكتور طبعا الهايبرتنشن والدايليسيس السي تي دي نفسها، ومعاها انكريز لينث اوف ستي في الهوسبيتال ري ادميشن ومورتاليتي. والميكانيزم كان ان كلير بالنسبه لهم، قالوا باس كونستريكشن او لوكال رينال فاكتورز اللي هو هيمودايناميك اوتو ريجليشن في الكيدني، ومش لاقيين باي ماركر عشان يشخصوه. وبقى ليه الكوجنيشن يفاجئ العيان بعد ما يخش هاي هارت فيلر من جاله كرونيك كان فيلر او اكيد كان فيلر خلاص. وقالوا ده الثيرابيز مفيش ثيرابيز لحد ما جه كان مفيش ديفينيشن زي ما قلنا، ما كانش واضح ايه هو الكارديان سندروم. جاء بقى رونكو، دكتور اسامه طبعا عارف رونكو واكيد ابرا قبل كده. كانت الفكره العامه على الكارديان سندروم دوت هو ده نورمال كيدني لكن هو ديسفانكشنال في حالات الهارت زي بالظبط اللي بات مين؟ قالوا كده الكيدني دي تحس لما عنده بيموت بياخد الكلى يزرعه. فقالوا طبعا ايه؟ بات مين زي الكارديو رينال بالظبط.
لكن طبعا هو الديفيشن ده مش مفهوم. هنشوف هنشوف هنشوف. يبقى الراجل رومب ده، دماغه لسعة، رومب ده هو اللي بدع ال اتش دي اف. هو كمان كان عنده بريتونية قوي جدا جدا في جنسن. هو جنسن؟ هو في جنسن في جامعة جنسن. هو راجل يعني تكبر شوية وعضلوف صح؟ بس دماغه عالية جدا، هو يعتبر من القلائل الطلاينة النظاف، من القلاينة الصليب معظمهم، هو الراجل بس. قال بقى نبتدي نتكلم سنة 2008 عمل بروبوزر تاني، قال لك في حاجة اسمها كارديناس سندروم هقسمها إلى خمسة سب تايب، أكوردنج تو باث فيسيولوجي، تايم فريم يعني ماشي إزاي، الكورس بتاع الديزيز، مين ابتدى قبل مين، والنيتشر اوف كونتنت كارديك اند رينال ديسفانكشن. ونشر لهم من فجره نشرها لهم في الامريكان جورنال اوف كارديولوجي مش نفرولوجي، وكانت بريك ثرو بصراحه كانت جميله جدا. قال لي بقى عن الرومب دوت، قال البرايمري انسلت ده ممكن يبقى اكيوت هارت فيلر او كونجستد هارت فيلر او كرونيك، يعمل فيسيولوجيكال ديرينجمنت تؤدي الى رينال ديسفانكشن، يجي لعندها يجي له اي كي اي او سي تي دي، وده يؤدي الى زياده الهارت ديزيز. او العكس، يا اما البرايمري انسر اي كي اي او سي تي دي خلاص، تعمل فيسيولوجيكال ارينجمنت يجي له هارت فانكشن، يبقى يجي له العين دوت هارت ديزيز، وده في الاخر يؤدي الى كي بي. فاذا هو قسمها بقى الى كام كده؟ عندنا كده كام؟ كده اربعه. قال لك يا اما يبتدي باكيوت هارت يا كرونيك هارت، يبتدي باكيوت كيدني يا كرونيك كيدني، يبقى ده اربعه. فاضل واحده اللي هي بقى الخمسه بقى اللي هي اللي هو سيستميك كونديشن اللي فيه الاثنين ماشيين مع بعض زي اللوبس وزي الدايبيتس وزي السيبتك شوك. فهو قال ده باث فيسيولوجيكال ديس اوردر في الهارت اند كيدني وير باي اكيوت اور كرونيك ديس فانكشن ان وان انديوس اكيوت اور كرونيك ديس فانكشن ان ذا اذر. قال تايب 1 كارديو رينال خلاص عشان الكارديولوجيست ما يزعلوش، اكيوت اونست اوف كارديك فانكشن يعني زي اكيوت كارديو شوك او اكيوت هيموستاسيس كونسيست هارت فيلير يؤدي الى اكيوت كيدني انجري. تايب 2 برضه كارديو رينال كرونيك ابنورماليتي ان ذا هارت زي كونسيست هارت فيلير كوزنج بروجريسيف اند بوتنشلي بيرمننت كرونيك كيدني ديزيز. تايب 3 لا بقى اللي هو رينو كارديك سندروم اكيوت رينو كارديك سندروم لا اكيوت رينال فيلير او اي كي اي او اسكيميا كرونوفايتس تؤدي الى اكيوت تشينجز في الهارت اكيوت هارت فيلير او اريثمي او اسكيميا. والرابعه الخامسه اللي هي الرابعه اللي هي كرونيك رينو كارديك سي تي دي تؤدي الى كرونيك هارت ديزيز. فبقت سهله، فبقت تقسيمه سهله للاسف ما بنستخدمهاش، والمفروض طبعا النفرولوجي يستخدموها، والمفروض حتى اذا كنا احنا بنقول النفرولوجيست هم احسن دكاتره بطنه في العالم، هم الماستر في الميديسن، فانت لما تخش على الكور كارديولوجي تقول لا ده تايب 4 ده تايب 3 يبقى انت يعني برضه ايه بطل اذا رمته كده واستخدمه ان هو ازاي على هنفاجئ ان فيه خناقات في الاخر هو ايه ازاي بنتحل الخناقات دي. هو قال بقى لما هعمل الحكايه دي اقدر استنجوش جروب اوف بيشنت يعني اقدر اعمل كلاسيفيكيشن، ودي اول حاجه قلنا عشان ارجع يعني انا اشخص هو عنده ايه؟ عنده كذا تمام؟ وتو بلان سبيسيفيك مانجمنت استراتيجي ممكن تبقى بريفنتيف استراتيجي، ولازم الفيوتشر كلينيكال ترايلز تبني على كده. ان مشكلتنا في النفرولوجي ان مفيش راندمايز كنترول ترايلز، ما بندخلش عينين بتوعنا في راندمايز كنترول ترايلز، ولما بيخشوا بيبقوا ايه بس؟ يعني عايز نفوتك سندروم واعمل لهم فولو اب خمس سنين، فجأة ده بقى اي جي اي واي جي ام وام بي جي ان وممبرنس وما هياش راندمايز ولا هي كنترول تمام؟ فالراجل قال نعمل في الكلام ده كله ونشوف. هنشوف تايب 1، تايب 1 ده يعني هو تايب 1 وتايب 2 هنتكلم عنهم بالديتيلز شويه. ده بنشوفه دايما دايما بنشوفهم في الاي سي يو، وده دايما الريكوستات اللي بتجي لنا، ودايما برضه قرايبنا وزمايلنا بيتصلوا بيك يقول لك الحق والدي في الاي سي يو وظيفة الكلى عيلت. كلنا بنشوف الحالات دي على طول مش كده؟ فهنقول تايب 1 دوت غير الوزنج والكارديك فانكشن بيؤدي الى اكيوت كيدني انجري، وده متوقع ونشوفهم في الرعايه. قال ليه يا عم رونكو؟ قال ليه القلب بيبوظ الكلى؟ وازاي الكلى بترد على القلب؟ فقال اول حاجه ان احنا العين دوت بيبقى عنده بلمار اديما وعنده ليفت فيكر سيستوليك ديس فانكشن وليه كونفانسيت هارت فيلير ممكن يخش في شوك. ده بيؤدي ديكريز كارديك اوتبوت وهايبوكسيميا، ده بيؤدي ديكريز بيرفيوجن وانكريز فينس بريشر
فبيحصل في الكيمي حاجتين hypoperfusion دم الرحلة قليل و congestion. congestion is very important في الكيمي disease. يعني الهيفن كيفة ده dilated في الصناع تأكدوا من renal vein dilated وان البريشر في الرينال انترينال بريشر بيزيد. وزي ما احنا عارفين من النيفرولوجي ان الجلوميرولار بريشر مهم جدا تو مينتين ذا كيدني فانكشن. فسواء قل بهايبوتنشن او بانكريز فينس بريشر بيؤدي الى خلل الكوزات التالي. كمان قال ان في بتوع القلب دايما بيستخدموا كونتراست ميديا وايس ودايوريتكس. واحد داخل بحط فيليا يروح عامل له ايه؟ على طول في فخده كده قسطان بالذات لو دكاتره نايف او مستشفى تعبان انا اروح على طول اعمل له داي واتركب له ستنت وانقذه ويفاجئ انه هيكسب بعد 3-4 ايام او يديله ايس او يديله اي في دايركت فلا بيؤدي الى توكسيستي وبازو كونستريشن. كمان في هرمونال فاكتورز الهارت ده بيطلع سيتوكاين. الهارت از ان اندوكراين اورجن. طبعا دايما انا بدي المحاضره دي غالبا للكارديولوجيست ما بديهاش للنفرولوجيست لان احنا مش عايزين نقول يعني هم ما عندهمش فكره خالص. ففي تقولهم كلمة الهارت ده از اندوكراين اورجن وهو ده اهم اورجن في البطن اهم من الكلى. طبعا اهم من الكلى اللي هو يحتاجينه في العياده. فبيطلع سيتوكاين كاسبيز زي ما شفنا اكتيفيشن او كلوز فاكتور واندوثيريال فاكتور كل ده بيؤدي الى سيتوكاين سكريشن وده بيؤدي الى انفلاميشن في الكلى. كمان البرين اثيتيك بيبتايد ده من الحاجات المهمه جدا 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 اللي بقت ماركر للهارت ديزيز بتؤدي الى هرمونال ديسفانكشن وناتيوريسيس فبرضه يحصل خلل في الكيدني اللي هو بقى ايه؟ في حاجات مشتركه زي السمباثاتيك اكتيفيشن لما الهارت بيفيل بيحصل سمباثاتيك اكتيفيشن بيأكتيفيت الراس والراس سيستم بيؤدي الى صوديوم واتر ريتنشن ده بيبوظ القلب يعني ده بيرد على القلب انك طبعا كمان هتسزن لك ميه في القلب. فبيحصل في الكلى اكيد هايبوفيوجن هايبوكسيميا نكروزس decrease GFR resistant to AMD AMD resistant to action وتطلع باي ماركرز اللي احنا هنتكلم عنهم من دي الكيمو سيستاتين والانجاب في يعني. سهلة؟ يبقى الهارت بيبعت انسلت على الكيدني فالكيدني بترد عليه في بعض الاحيان. كم في المية بيحصل لهم؟ قالوا ان من وسط المليون واحد اللي بيخشوا في امريكا في الهوستل بير يير بيحصل 25% يجي لهم اكيوت كيدني انجري. مش لازم كلهم نشوفهم، يعني ممكن الكرياتين يبقى 2 وبتاع القلب يقول لك ايه؟ انا ساعات كده بتاع القلب يبعت لي على 3 يقول لي انا لقيته عالي شويه. طب كان كام من شهر؟ كان 2. طب من شهرين 1.6 وما اتبعش يبقى بقى 3.5. فدي بيحصل. لو 25% من اللي بيدخلوا المستشفيات بغلط فيا بيجي لهم اكيد كدني انجري، كميه كبيره جدا بنتكلم على ربع مليون مواطن في الولايات المتحده الامريكيه. مش قليل. ايه بقى الكونسيدريشن؟ ايه اللي يهمني؟ يعني انت كدكتور نفرولوجي ايه اللي يهمك؟ يهمك حاجتين ايرلي ورابيد ديتكشن عايز تعرفها من اول يوم ان هو داخل عشان ارفع عليه مش كده؟ وبرضه ينفع في تايب 3 انت محتاج تعرف ايه الانسلت اللي حصلت عشان نشوف ده اكيوت ولا كرونيك. فانت محتاج تبقى عندك ايرلي ورابيد ديتكشن. ومن هنا يهمك دكتور نفرولوجي لما يروح يستنى على ريكويست زي ده لازم يبقى عنده good clinical sense، لازم يعمل good physical examination ويدور على additional sign of hypoperfusion localic output والvenous congestion، لازم يدور على venous congestion. انا كنفرولوجيست بدور على الاثنين دول. بروح ادور حتى بتوع الكارديولوجي دلوقتي بيقسموا الى اعينهم الى wet ودراي وcold وhot. سمعتوا الترتيبات دي قبل كده؟ سمعتوها؟ اسمعها؟ ويت يعني مورم، دراي يعني ديهايدريتد، بلاد فيلر هوت يعني ايه؟ عنده بريفرال ريتيشن، كولد يعني عنده بريفرال ريتيشن. فدي برضه مهم جدا النفرولوجست ينتبه للعلامات دي لان اللي دراعاته ساقعه كليته ساقعه ما بيجيلهاش بلاد. اللي الاكسجين بتاعه 50 الاكسجين بتاعه كده 50 مرض. خد بالك النقطه دي انا ساعات بدي اكسجين العينين دول حتى التراوشات دول انا مش محتاج اقول له اديله شويه اكسجين. وطبعا بالايمجنج والابراتري فاينينج. فالفيزيكال اكزامينشن مهمه والساينز بتاعت الهايبرفيوجن والكونجيشن مهمه جدا جدا جدا. تمام؟ تاني كونسيدريشن في العينين دول ان العينين دول بيجي لهم حاجه اسمها دايوريتيك بريكي زي الفرامل كده ما بيستجيبوش للدايوريتيك بتاع الكارديولوجي اللي هي مورم فبيديله لازكس بورن وكلنا بنشوف الحاجات دي كلها. وعشان كده احنا بنستخدم لازكس كام احنا؟ كونسوليجن. بتوع الكارديولوجي بيستخدموه؟
عشان نفرج للسكن عشان احنا بنبقى ان احنا ممكن نستخدم لارج دوز. فالعندهم اللي عندهم ريزيستنس للدياليسيس فاحنا ممكن وفضل يا فوق كمان الدكتور قال بخايف ان يجيله هاير دوز وانا ببقى خايف لا يجيله اجريد الاي بي اي عشان كده ممكن هنا يبقى في دياليسيس الترا فلتريشن لازم تبقى في الكونسيدريشن. وان كنت انا شخصيا بدي انتنسيف دياليسيس يعني بدي حد 1 جرام دياليسيس ممكن ادي معاها كمان فازاي او ميكالوزوم لان هو غالبا الكيدني هتستجيب غالبا. في راسكت زمان 2 جرام بس انت ما لحقتهاش. كان في زمان في الثمانينات والتسعينات كان في راس 2 جرام. بالدوز مش بالدوز. خلاص؟ فاحنا لازم جدا الدكتور الجاي يبقى عارف هاو لما كان بيخش معايا في منه مثلا ايه 80 مللي جرام كل 8 ساعات. مش فاهم حاجه. هو هذا ما شفناش من الريزستنس لسه. خدوا بالكم نقطه ثانيه كمان الايس. الدوريتك والايس هم اهم دوايين في الاكتيف هارت فيلر. لو من استخدام الدوريتك شوفوا دول اربعه جروب اوف بيشنت جالهم اكيد دوريتك هارت فيلر هنا وده السرفايفل بتاعهم. ده المورتاليتي كل ما نزيد كده المورتاليتي زي جروب ايه ده؟ ادوا هاي دايوريسيس بس قللوا الايس فالمورتاليتي كانت عاليه. جروب بي ادوا هاي دايوريتك وهاي ايس فالمورتاليتي برضه نزلت بس ما هياش ايدل. جروب دي بقى اللي هو الاثنين ده دايوريتك دوز ما كانتش كتيره بس ادوا له ايس كتير لاحسن سرفايفل. تيجي انت كدكتور كلاك اديني 2 3 هتقول ايه في الايس؟ واحد. فعشان كده مهم جدا نعرف هنوقف ولا مش هنوقف؟ هنشوف دلوقتي. احد بقى المشاكل اللي بتواجهنا طيب العام كرياتين 1.8 1.6 ده اكيد فيها فيلر ولا لا؟ مش عارفين ليه؟ انا مش ماركس. بص الماركس كتير ازاي؟ في تايم زون اورجان دامج. اول ما يحصل دامج في الساعه 10 موليكولار دامج يعني ابتدت الخليه يبتدي فيها ديرينجمنت خلاص اللي هو السايتوسكيلتون. مش مهم يعني مش عايزين نغلط الامور لكن احنا كل خلايانا فيها سايتوسكيلتون وتشانلز. اول حاجه تحصل فيها ان يحصل فيه خلل في الجلوبولر بيولوجي وبعد كده السيل تبتدي هتموت بعدها بساعه وبعد كده تروح تطلع باي ماركرز زي في الليفر مثلا اس كيو ال تي في الكيدني دلوقتي اللي جاله والكيم والانتروكن 18 خلاص. ثم ثاني يوم الساعه 1 يظهر كلينيكال كرياتين تبتدي يعلى. فانا عندي تايم لاج. في اللاج دوت محتاج ان انا اشخص العالم هنا اذا قدرت ما قدرتش يبقى هنا ما قدرتش يبقى هنا، أول ما يبقى كلينيكال خلاص الخلايا ماتت. ماتت خلاص مش هقدر أرفع حاجة. عشان كده إحنا وي نيد ماركرز. ولما تشوفوا الفرق بين الهارت والقلب طبعًا الهارت إز فيري أدفانسد ميديسن، ابتدى من 1700 وشوية أمراض القلب كده إز ريليتيفلي نيو ديزيز من سنة 1908 لما ابتدوا يتكلموا على النفرولوجي. ما أنساش كلمة والدي كان بيقولها لي لما قلت له هاخد كده. قال لي ايه؟ قال لي كده يا ابني دي صفحه في كتاب اوكسفورد. النفرولوجي صفحه في كتاب اوكسفورد كان في الاربعينات والخمسينات. فمتخيلين يعني قبل كده فشوف احنا قد ايه متاخرين في الستينات بتوع القلب خدوا ال دي اتش از ماركر في ام اي كنا احنا بنسميهم كرياتين. في السبعينات طلعوا السي بي كي والمال نور كنا احنا برضه كرياتين. في الثمانينات سي كي ام بي ام بي باند كنا احنا برضه كرياتين. في التسعينات تروبين تي كرياتين هرمونين اي كرياتين برضه دلوقتي عندهم بي ان بي. بي ان بي ده فيري امبورتنت ماركر في الكارديولوجي بقى يمكن في مصر مش قوي قوي غالي لسه ما دخلش واحنا الى الان ستيل وي نيد ماركر لسه بقى لنا بتاع 8 9 10 سنين بنتكلم على الانجاب وتش از نوت ايوه لا انا هقول لك اوروبا امريكا مصر دول عربيه احنا عندنا ثبات على المبدا ما عندناش لان جاب بنتكلم عليه وتش از نوت ان ايديال ماركر لان جاب والسيستاتين وال انتروبين 18 اخيرا السنه اللي فاتت ابتدوا يقولوا لا وان ماركر از نوت انف سكند تو ماركر واحد بتاع ستراكشر دامج واحد بتاع فانكشنال دامج لما ناخد الاثنين فهو بيستخدموا انتروبين 18 مع انجال او انجال مع الكيم 1 الاثنين مع بعض واحد ما عادش ما بينفعش وده غالبا اللي هيبقى المستقبل وهيتحطوا في كيس 1 لو بصينا على العيان اللي بيجي له انجري بعد ساعتين اللي من جنب بيعلى فيري ايرلي زي ما انتم شايفين كده فيري ايرلي الكرياتين ممكن يبتدي يعلى من هنا من بعد 24 ساعه الكرياتين هو اللي فوق اللي انتم شايفينه ده خلاص لكن الام جال از ان ايرلي ماركر عشان كده لما تخش الرعايه وتحس ان هم بيقول لك طب هو عنده ما عندوش تقول له طب اعمل لي ام جال اسمها
خلاص لو بصينا على السلايد ده، السلايد ده في منتهى الجمال. الماركرز بتزيد ازاي؟ ادي الانجاج بيبتدي يعلى على طول فيري ايرلي، بيبتدي يعلى بس بينزل بسرعه. فبعد 24 ساعه لو بس الانجاج بيبتدي انسيجنفكت. خلاص؟ مش عارفين الكلام ده. اللي وراه على طول الكيم 1 بيعلى بس بينزل. مور سلوب بتاعه ده اكيوت عشان كده الانجاج احسن شويه. سوري ده الكيم الازرق، الكيم بيعلى بس بيكمل 48 ساعه. السيستاتين سي بيعلى متاخر شويه بعد 14 ساعه، بعد سوري 36 اورز، وبيكمل لحد مور ذان 48 اورز. واخيرا الكرياتين اللي هو وقت ما بنقيسه بعد 24 ساعه يبقى خلاص حصل الانجن. طب معلش هو هيجيبني لما الكريات يعني؟ اه بالظبط، ما هو ده اللي معاه. This is the concept of the lecture. انا عايز اقول ان في كارنيه سندروم يا جماعه، ما هو احنا لازم تروح لهم الرعايه، تديهم محاضره للشباب، اقول انا بدي المحاضره دي للكارديولوجيست مش ليكم. انت عبال ما يندهلك اتس تو ليت. لكن هو لو عارف الكلام ده هيبقى تو ايرلي، بالذات ما هتفرق معاك في المورتاليتي. بس هي المشكله اصلا في الكارديولوجيست، حتى لما بروح البيت دلوقتي 30 واحد و4 من 10 يقول له كويس قوي، يقول له السلام عليكم. طيب انت جاي تقول له اقول له ايه جاي يلاقيه خلاص نزل. اذا كان خلاص. طيب ما احنا مش مهمتنا نعالج الكور. انا عايز اقول لك ده احنا اقل يرسم دروس. هقولها لو خلينا نناقش في الاخر، انا هقول في الاخر طب ايه هتوصل معه استفدنا ايه لما قلنا الكلام ده؟ يعني فصل المائي بعد الجهد المائي. ده احد الردود اللي احنا بنتكلمها دلوقتي. انا العيان دوت هديله انتنسيف دايوريسيس وخايف منها تنزل كده. فانا عندي ماركرز انتوا شايفين ادي البي ان بي بتاع الهارت. البي ان بي على فكره لما بيعلى يبقى في انرجي في الهارت، يبتدي يرضى يبقى الهارت فيلر بتتحسن. از ا فيري سنسيف ماركر اوف هارت فيلر. تمام؟ وراء الدايريتكس انا كل ما نزود الدايريتكس كل ما البي ان بي بيقل ان الهارت سايز بيقل. اوكي؟ طيب امتى بقى انا اقول عن ده؟ خد بالك هيخش في مين الانفيرمنت. هو للاسف السلايد ده انا جايبه بي دي اف فايل. ما النت طبعا مش ما عرفتوش. فدي المفروض ما تظهرش دلوقتي للسلايد اللي بعديها. شايفين الازرق؟ اول ما الانجاج يبتدي يعلى يبقى الدايريتك الدوز بتاعتك تزيد، يبقى ابتدي اقل انا الدايريتك. يبقى دي اول امبليكيشن ليا في العيان. انما لو مراقب العيان دوت الانجاب زي ما شايفين بين ميلي يقل فالهارت بيتحسن، لكن فجاه ابتدى الانجاب يعلى. خلاص؟ ورننج اهي. يبقى لازم اقول ستوب دايريتك او ريديوس دايريتك دوس عشان ما يخشش في اكتيف انجن. يبقى دي اول كلينيكال امبليكيشن بتكون كان بيسال عنها، ان انا ابقى مفتح واعرف هتسخن ازاي واعرف ازاي. تمام؟ طبعا ما عندناش انجاب. بنعمل ايه احنا؟ كلينيكال كرياتين باليورين اوتبوت. المهم جدا عشان كده انا بزعل جدا لما الاقي نايب او بتاعي يقدم لي حاله اقول له طب يا ابني دي كلها دي، يقول لي كويس كويس كويس. هي از فيري باد انسر. نص الديفيجن ده بالظبط لازم اقول لي والله الساعه دي اقل من قبلها اعرف ان ده عندي ذاكر في ايه في الانجن. شوف بقى تايب 2. فتايب 1 ده هو غالبا في الرعايات والمستشفيات. تايب 2 بقى زمايلك في العيادات بقى حبايبك بقى كل عام العيان ده بعالجه من كروري. كريتين بقى اثنين، روح للدكتور فلان، روح للدكتور فلان هيحل لك مشكلة. لا 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 خلاص ما تعملش عليا، كل سنة وبعد اللي هيعمل. ودي بنشوفها كتير. اللي بيحصل وبتقول لك ايه هو بقى يظبط لك الأدوية. كام في المية برضه؟ لا طبعا اللي كان مغرمين بالإحصاء. زي ما قلت لك وقتها بتقول هو كرونيك أبنورمالتي في الهارت بتؤدي لأسيكليتري كريتين يعلى من 24 ل 75% من حالات الكونجستيف هارت فيلير عندهم سي كي دي اكوردنج طبعا للايه للديفينيشن. خلاص المشكله كمان ان السلايد تشينج في الجي اف ار ده يؤدي الى ماركت انكريس مورتاليتي. زي ما انت هتشوفوا ده دول النيويورك هارت اسوسيشن كلاسيفيكيشن 3 4 5 مش مهم احنا فاكرها، لكن كل ما في امبيرد رينا فانكشن كل ما المورتاليتي بتقل. الجي اف ار اكثر من 76 مورتاليتي حوالي 40 30% 35 40%. لو جي اف ار من 44 ل 58 بقت فوق ال 55%. جي اف ار اقل من 44 يعني كريتين 1 و 6 و 8 قلت لك عدت ال 70% في الكونجست بارت فيلير بيشن. فدي فيري سيجنفكت. حتى الدكاتره اللي قال عارفين من مجرد ما عين كريتين يعلى هيموت. خلاص حتى ايه يعني هم ليه بيبعتوا لك؟ لا كشفين في الاخر كشفين في اخر ست شهور. يقول لك بقى يبعتوا لك بعد الكارديولوجي يتصرف. ازاي برضه الهارت الكرونيك هارت اللي يؤدي الى كده؟
طبعا في حاجات مشتركه جينيتك ريسك فاكتور دايابيتس اكوار ريسك فاكتور زي السموكينج السلبينيا بتاثر على الاثنين. واللو كارديك مطلوب زي ما قلنا بتقلل البرفيوجن في الكيدني والساب كلينيكال انفلاميشن اللي فيها الديسفانكشن بتاعت الهارت والاثيروسكلروز. احنا بنقول ما فيش عيان عنده كروماري الا لو عنده رينال اثيروسكلروز. يعني ما فيش عيان ما عنده حاجه فوق الا لو عنده حاجه في رينال ارتري برضه نفس الافكشن. كمان الهاي برفيوجن والفينس كونجيشن مهمه جدا جدا جدا. الفينس بريشر از ماتش ماتش مور امبورتنت في الكرونيك عن الاكيوت. كل ده بيؤدي الى انجري بالذات لو كده بقى دي عندها انكريس سسبيلتي تو انسلت خلاص وانسلت انيشيشن يعمل كيم دامج وبعد كده يبقى بروجريسف سي كي. بس كده مش هتسقط كده هترد على الهارت برضه هترد عليك انيميا. انيميا دي زي ما هنشوف دلوقتي از فيري ريسك فاكتور تو هارت اكثر من الهيلت. يعني الانيميا فعلا عنده هارت فيلير اسوء بكتير من اللي بيحصل. لا تتموت هوريك دلوقتي ازاي. كده ترد انها تعمل له مور صوديوم ووتر ريتنشن وتعمل له كمان يورينيوم صوديوم ريتنشن وكالسيوم فوسفورس اللي كان بيتكلم عليها الدكتور احمد دلوقتي من شويه فتعمل له مور كالسيفيكيشن ريسك. وترد عليه كمان الهايبوكسيميا والراس اكتيفيشن والسمبثاتيك اكتيفيشن والانيميا في الاخر لما العين بقى يتجهز خالص يخش في دايلسز ودايلسز كومبليكيشن اوف ذا هارت. زي ما قلنا احنا حاجتين مهمين جدا الكونجيشن والهايبوبرفيوجن وده اللي بقى في دماغي كدكتور كده وانا بعالجه. يعني كتير جدا عندي بيجي ضغط مثلا 120 80 وانا عامل ايه؟ اقلله ادويه الضغط. طب قال لي ظبطه 120 80 انا عايزه 140 سنه. لان ده هياثر على البرفيوجن بتاع الكيمياء. وهكذا. هو مقلله الايس اروح انا مديله ايس عكس المتوقع. المتوقع ان انا اقلله الايس مش كده؟ هو هنا عليه فيدابيتس انا هشد عليه فيدابيتس. دي بقى مشكله في الانيميا. الاريثروبويتين يا جماعه مش بس اماركر اوف رينال ديزيز ده هو الاريثروبويتين ريسيبتورز في الهارت. والاكتيفيشن اوف الاريثروبويتين ريسيبتورز في الهارت دي بروتكت فروم اموتوزس فايبروزس اند انفلاميشن. يعني كل ما عنده يبقى عنده اريثروبويتين نورمال ليفل كل ما الهارت ده از بروتكتد. عشان كده الانيميا بتلعب انتجرال بارت مهمه جدا في الكرونيك رينال في الفابريال سندروم. وعشان كده في سندروم تاني طالع اسمه كارديو رينال انيميا سندروم. لكن الناس اللي قالت في الانيميا دي حاسس طبعا جو خالص. كل الناس حاطط الايه راح مسلمه. كل جرام ينزل في الهيموجلوبين كاردياك فيلير يزيد 25%. متخيلين؟ ويجي لك انا ضغط فيلر هيموجلوبينه 10 يبقى عنده كام في المية؟ 125% زيادة في الهارت ديزيز. زي ما قلنا الكونجستيف هارت فيلر لوحده بالانفلاماتري ماركر بيؤدي الى انيميا لانه بيقلل الاريثروبويسيس لوحده. لكن لو كمان معاه مشكلة في الكلى سي كي دي طبعا ده مور انيميا ومور ليفت سيكل ريتروفي مور هارت فيلر ويخش الفيشا سيركل بتاع الكاردو رينال انيميا سندروم. الانيميا نفسها ممكن تعمل الاثنين بالعكس بقى. ممكن عكس طبعا. الانيميا نفسها بس ايه؟ بس دي بتبقى حاجات ريل. لكن الانيميا از فيري باد ماركر. يجي لك عيان يقول لك انا تعبان مش قادر اعمل تقريبا 12 كيلو زي الفل. لا ما هو زي الفل حاجة. انتوا ما شاء الله لو خدنا متوسط هيطلع كام؟ تسعة. سوى متفائل يقول لك تسعة. يطلع 10 يطلع 10 ونص. كمان زي ما قلنا في الفاكتورز مهمه جدا السمباثات نيرف ستيميليشن النفرين والراس اكتيفيشن والاندوثيليين اللي هنشوف له كده يمكن حاجه صغيره في الاخر. في الكونسيدريشن في عندها ان الدايوريتكس معاها هايبوفوليميا وممكن لما تبقى في عندها ايس او الدوستيرون طبعا ده بيؤدي الى مور هايبوتنشن في العينين دول اللي ممكن يبقى مؤذي للكلى. فاحنا دكاتره الكلى بنبقى ايه قايلين على الكلام ده. تايب 3 انا مش هجيب مانجمنت دلوقتي هقول في الاخر. تايب 3 اللي هو اكيوت رينو كارديكس سندروم. واحد جاله اكيوت رينال فيلير وفجاه جاله هارت ديزيز. اشهر حاجه بنشوفها الاريثميا والهارت فيلير والاسكيميا. اشهر حاجه طبعا الاريثميا عشان البوتاسيوم ات ابيرز انه ليس كومن لكن هو ليس ستادد لان احنا عندنا بيجي له اكيوت كيدني انجري في الاي سي يو مرتفع كام في المية؟ كان واحد كيلو اكيد انا فيلير في الاي سي يو كان في المنطقه في احسن سنتر في مصر 70%
بتوصل 70% من 56 ل 70%. طب احنا شباب بيدوروا مات بايه؟ بقى الريزميا بارت ديزيز، عشان كده ليس ستادد، لكن يمكن في المستقبل تبقى ستادد. بنقول اي بي اي انسنس في الهوسبيتال 9% وفي الاي سي يو 35%، يعني معدل الدوس الاكتيف كيدني انجري از فيري هارد في المستشفى 10%، وفي الاي سي يو احنا عملنا ستادي ديت سنه 2007 2008 لقينا ان الافريج 35% من الميديكال اي سي يو توصل لحد 21% في بعض الاي سي يو، لكن الافريج كان 21% في مصر بيحصل اكيوت كيدني انجري او اكيوت كيدني فيلر. طبعا الرايفنج مش هيجيب سيرتك، لازم نشخص يا بالرايفنج يا بالاكيد يا بالكيليفو جايد لاين الاخرانيه. برضه كارثه النفرولوجي ما ينفعش نقول كده انا عنده اكيوت كيدني فيلر، لا لازم تقول له عنده عشان كذا وكذا وكذا، عشان الدكتور بتاعك يقتنع، الدكتور بتاع الاي سي يو يقتنع. دي برضه خناقه ثانيه، خناقه ثانيه كانت مع الكارديولوجيست، خناقه ثانيه مع الانتنسيست. طب ده تقول له لا ده طبعا معرفش ان هو مش كده ولا لا، ما احنا عندنا بيبقوا اساس التكليف وكلاكر بيبقى عنيف جدا في العين، تقول له يا سيدي ده عنده كذا، يقول لك لا لا مش عارف ايه ده يورين كذا، فلازم احطها له في الليسته ايفيدنس عشان ما يفتحش بكره. ازاي بقى الهارت بيتاثر؟ اكيد في الهجري بيعمل فلويد اوفر لود، لو حصل بيها شت داون بيحصل اديما، ممكن بالمونر اديما بالذات في اليانج ايج. هايبر كالينيا طبعا خطيره جدا والاريزميا. اليورينيا بيرسي بتعمل ميكارديا ديبريشن بتوقف الهارت، والاسيديميا الاسيدوزس برضه بتاثر على الهارت. زي ما قلنا الهارت في بقى الناكس الكيدني تبعت لي الهارت تبعت له ديكريز جي اف ار، صوديوم موتر تنشن، فوليوم اكسبانشن، انكريز بري لود، بلمونري اديما. هايبر تنشن انكريز وورك اوف ذا هارت، سمباثيك اكتيفيشن بيزود وورك اوف ذا هارت، باس باس كونستريكشن وورك اوف ذا هارت، الكترولايت الريتميا وهكذا. اوكي هتفتح سين جاي في الشيء خلاص. وزي ما قلنا برضه الكيدني بتطلع نفس الهرمونز اللي كانت لو شفتوا احنا عكسنا بس الصوره، بتطلع انفلاماتري هرمونز وانفلاماتري ماركرز هي بالظبط المثيره للاكتئاب، ده سايتوكاين، والسايتوكاين دي برضه بتافكت الهارت، يجي له بقى اكيد هارت فيلير، بالمونر اديما، اسكيميك انسلت، اريزميا، بيكريز كارد الخطوط، عشان هنا عندهم بيموتوا بسادن ديث في الرعايه، معظمهم بيموتوا بسادن ديث. ايه البايو ماركر في القلب؟ طبعا دي ار فيري لاكي، عندهم تروبونين، مايوجلوبين، ام بي او، والبروتين دي. فاذا احنا ازاي كده تافكت الهارت، وهاو تو بروتكت الهارت، تبقى وظيفه النكرولوجي يبان لك. زي ما قلنا بتوع الهارت دي ار لاكي عندهم تروبونينز، اول ما يحصل اسكيميا يشخصوا بيه، بوتاسيوم سات، بي ان بي، ماركر اوف كونجيشن، ماركر اوف فلويد اوفر لود، اوف ليفت فنتريكال دايمتر، اوف ليفت اتريال دايمتر. فسهل جدا تعرف وضع الهارت بايوكيميكلي عكس الكلى خالص. تمام؟ المشكله بقى ايه بقى؟ ان لما انا اجي ويك اي ات ويل افكت ذا ميديكيشن نورمالي بريسكرايب ان ذيس بيشنت زي الدايبيتيك، يعني مش معقول تخش العيان تقول لي اقطع بول بس هو عمال يعلى بس ده لسه نص ساعه صح؟ طيب الله يحفظك. فتلاقي العيال مثلا كرياتينه بيعلى يا جماعه غيرهم بيقل، وانت عايز جلو دايريتك مش كده؟ او العيال ده راكب في هارت ديزيز، راكب في بلمونري ديما، وانت مش عارف جلو دايريتك مش كده؟ مش عارف ديو اس وار عشان تعمل ريموتنج في الهارت اللي ممكن يؤدي الى مور رينال اليفيشن اوف كرياتين. تمام؟ عشان كده ستوبينج ذيس دراجز اللي احنا بنخش عليهم العيال بقى نوقف وقف وقف يؤدي مور اليفيشن. فالموضوع ده فيري كريتيكال، محتاج العين الدكاتره النفرولوجي عندهم قرار امتى نعمل ايه؟ ها؟ ايوه بالظبط، امتى هاخد قرار غسيل؟ ده بتاع العين اللي عايزك كده، امتى هتاخد قرار غسيل في العين ده او الالترا فيبريشن لو هو كيدني فانكشن. ممكن نعرف ان احنا الادويه دي ساعات تبقى لايف سيفنج مش لايف ثريتنج. خد بالكم ان الاس والار ما بيعملوش دامج في الكيدني، لا بيعملوا بس بيعملوا جي اف ار موديفايد انترنال هيمودينامكس، يعني هم اللي عندهم مش ما بيعملوش دامج، بيعملوا اكيد فيها فيلير. ايه السؤال بتعمل اكيد فيها فيلير؟ لكن ما بتعملش كدني دامج، ده مهم جدا يبقى في دماغنا. تمام؟ ولما اجي بقى ابتدي ارينا ريبليسمنت ثيرابي. ده عايز كده كده.
دلوقتي انتوا في رعاية مثلا اللي فيكم من القاهرة واللي فيكم من اسكندرية واللي فيكم من المنصورة واللي فيكم من المحلة هنعمل ايه العين ده؟ والمنيا السؤال كمان؟ السودان هنعمل ايه العين؟ ويتش تايب اوف رينال ريبليسمنت ثيرابي؟ بالنسبة للعين ده عين اكيوت كيدني انجري وداخل في بالمونري قديمة. قال هتعملوا ايه؟ لا دلوقتي انت بتروح غسيل وجابوك خلاص انت فعلا محتاج غسيل محتاج ريبليسمنت محتاج افضل ريبليسمنت هتعمل له ايه؟ ويتش تايب؟ نفروجست هتعمل له اللي عندك هتعمل له اللي عندك عندك بريتوني ينفع سي ار ار تي ينفع عندك دياليسيس ينفع؟ ينفع تعمل له ستيشن طبعا بريتوني ينفع طبعا سبب الفتح السيف في ميتا دايس غزله مش بالظبط زيه زي بس بتعرف هيبقى في افرض ما عندكش غيره وهتسيبه يموت ما انا بقول لك اللي عندك هي دي الاجابه لكن ساعات كتير جدا بيحزنني ان بيجي اتصال حضرتك كنت نفس الكاميرا قلت لهم قال لي ده دكتور ياسر بتدي محاضره دايس والاي سي يو ده انا قلت لهم في حضرتك ياسر سليمان؟ ياسر يا سلام كده ميت. لا بس بتاع الكفايه دارس لو مش هيبقى كتابولك ايكويفلنت ليهم دارس بالظبط ما اقولش ان انا فيها حتى لو قولي قديم حتى لو بالمره قديم الكفايه دارس يو كان ريموف اب تو 2 لتر كل سبعة كل سايكل اب تو 2 لتر كل سايكل لو انت مركبها حسب السايكل بتستخدمها ازاي طبعا مش كل سبعة تيجي فعلا نرجع لموضوع الكورنيكو انا هجيب السلايد ده بس كده عرضيا هنا على انجيو كانسر عشان بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن للافرنت فبيروح مزود الانترا جومال بريشر الانجيو كانسر صح؟ المفهوم بتاع البرمرلاي داخل لها بلاد بالبريشر فعملها بلاد بالبريشر والكبسول ده يا جماعه از افيرم كبسول ات از نوت الاستيك كبسول ات از افيرم كبسول ما يقدرش يوزستاند بريشر لما تملاها ميه زي جوه المصماطه دي الضغط يعلى ما يبقاش يحصل له ريلاكسيشن ويقل مهم جدا النقطه دي فلما يزيد الانترا جرانولار بريشر فور لونج تايم الجرانولاي تموت الاول تليك البومين يحصل مايك جرانولاي وبعد كده تموت تمام الانجسنس ده بيعمل فازو كونستريكشن لما بدي العين دوت انجسنس بلوكر ايس او ار بعمل فازو كونستريكشن للافن ده فبقلل الانترا جرانولار بريشر يحصل ايه في الجي اف ار؟ يقل لكن الجرانولاي يحصل لها ايه؟ سرفايفر عاشت ان قللت الانترا جرانولار بريشر اللي جواها فقعد عشت فتره اطول فالاس والار بالرغم ان هم بيجيبوا اكيوت كيدني انجري جي فار بيقل فاك ممكن لكن زي بريزيرف ذا كيدني فور ليتر اون فاليوز بتاعهم لازم ادانس لازم يبقى انت برضه ده لسه توضيح بسيط لكن لازم ابقى فاهمين كلنا ايه الفانكشن بتاع ده ما حدش يقول لي ان يعني احنا تايب 2 و4 عيادات، تايب 1 و3 مستشفيات. عشان برضه ما حدش يروح مستشفى يقول لك ده تايب 4، لا. ما دام مستشفى يبقى تايب 1 و3 ما دام في العياده يبقى تايب 2 و4. ده انا عنده كرونيك كيدني ديزيز زي علينا بقى بتوعنا، علينا بتوعنا بتاع الدكتور حسين والدكتور اسامه وعلينكم.
هاي عم سي جديدة بينك نفروبتي انترسيشن انفايتس اوبستراكتيب وهكذا بيبتلا يجيلو رينال بيبتلا يجيلو كارديك ديزيز خلاص بنلاقيهم عندهم كارديك انكريس كارديك فانكشن انتريكولار هايبرتروفي دايستوليك ديسفانكشن تمام بيخش العين دوت تقريبا كام في المية من عيان امريكا عندهم سي جي دي 11% لو جينا نبص 11% دول نلاقي تقسيمتهم كم تعرفين للستيجنج لكن تقريبا في ستيج 1 في 6 مليون في ستيج 2 في 5 مليون في ستيج 3 في حوالي 7.6 مليون وبعدين فجأة في ستيج 4 يبقوا 0.4 وستيج 5 0.3 ايه اللي حصل؟ النسبة حصل لها ايه؟ بالظبط ماتوا العينين دول المفروض من ثلاثة ده كل 7 مليون يبقوا هنا وبعدين يبقوا هنا لا يجوا عند هنا ويروحوا ميتين على طول يموتوا بايه بقى؟ عشان كده هنا الكيلوكي جاد ده قال في evaluate and treat complication خلاص؟ طيب ازاي بقى الكيدني بتأفكت الهارت؟ طبعا كلنا حافظين لكن نقولها تاني في كومن فاكتور بين الاثنين زي ما قلنا سموكينج اوبيستي هايبرتنشن ديسليبيديميا دايابيتس وجينيتك فاكتور زي الاثنيستي والدايابيتس ميس والميتابوليك سندروم وبعد كده الانيميا شفنا الافكت بتاعها واضح جدا جدا على الهارت يوريميك توكسينز الكالسيوم والفوسفورس دكتور احمد لسه قايلها لنا النيوتريشن اللي عارفين المايا سندروم المايا اللي بقى اسمه ميكس كان اسمه مايا ليه؟ لان كان فيه اثيروسكلروسس مش كده؟ الافكت الهارت صوديوم ووتر ريتنشن والكرونيك انفلاميشن وزي ما قلنا كل ما الكيدني بتورسن الانيميا بتورسن السوفت تيشو كالسيفيكيشن الكرونيك كالسيفيكيشن از فيري امبورتنت في العينين بتوعنا كل العين بتوعنا عندهم coronary calcification كل الـ CKD patient تقريبا بتوصل up to 70-80% بيتنايل أكثر بقى لما يخش على الـ dialysis dialysis risk على الهارت ولا لا عشان hemodynamic instability يوم بيغسل ويوم لا يوم عنده overload والتاني underload يوم بسيبه بالمونري إديما والتاني يوم بدخلوه dehydration فده كل ده الوضع على الهارت وكمان الفكتور ده بيطلع cytokines مش كده مهما كان combative وبعدين يحصل له البول اللي لسه كنا بنتكلم على الـ FGF23 لي دايركت افكت على الضغط صح؟ فإذا كل بني آدم بيتجاهل وبعدين يخش في لوس اوف ابيتايت والكوجنيتيف تشينجز وبيجي له كمان ليفر كل ده بياكل بالاخر بيؤدي الى ان الهارت يحصل كارديك ريموديلنج يحصل ليفت فيكال هايبرتروفي ليفت ديسفانكشن كورونري برفيوجن هايبر برفيوجن ويخش العين دوت في كرونيك هارت ديزيز. طبعا مش عايز اقول لكم السلايد الشهير دوت ان العيل اللي عنده 25 سنه بيغسل قد الراجل اللي عنده 70 سنه او 75 سنه ما بيغسلش في الانسنس اوف مورتاليتي. من هو عظيم السلايد ده. لو شفنا قد ايه لف ريك هايبرتروفي في العين قد ستارت اوف دايس لانه سي كي دي 5 لسه هيبتدوا غسيل اونلي 16% اونلي ار نورمال. والباقي كله عنده كرونيك هارت ديزيز سواء سيستوليك ديسفانكشن او كونسنتريك ليفت هايبرتروفي او دايليتد ليفت فنتركل. طبعا برضه احنا كلنا عارفين ان 50% اوف ديث بتاعنا من الكارد باسكر اعتقد انه اكثر بكثير. ال 2 يير مورتاليتي افتر ام اي في العينين دول بيوصل 50% من العينين دول. في الجنرال بوبيليشن 25% يعني العين اللي دايس بيجيله ام اي يموت في خلال سنتين. الجنرال بوبيليشن يبقى 50% يموت في سنتين، الجنرال بوبيليشن 25 مع 10 سنين. يبقى دي كام ضعف؟ حد يعرف يحسب؟ حد يجيب حساب؟ تمام. الاثنين من 50 من الاثنين لو وصلناهم ل 10 سنين يبقى كام في المية؟ 500% يموت يعني كلهم يموتوا وقرايبهم واولادهم واحفادهم في ال 10 سنين اللي جايين. تمام؟ زي ما قلنا العينين اللي بيجي سي تي دي عندهم 10 to 20 fold increase risk of cardiac death مع general population. احد المشاكل بقى اللي بتدخلنا مع الكارديولوجيست تاني انه مش عايز يعالجه. بالعين ستيميك هارت وهو سي تي دي. كوروني وهو سي تي دي. محتاج ستنت وهو سي تي دي. محتاج كارج وهو سي تي دي. خد قلب ريلاكتنت. مش عايز. لان لو عمل له ستنت المورتاليتي زايده. لو عمل له كارج المورتاليتي زايده فهو ريلاكتنت مش عايز. انك كده خليك كده على الميديكال تريتمنت بتاعك. فدي لقوا ان هم they are less likely to receive risk modifying intervention. الكلام ده طبعا مش في مصر. الكلام ده فين؟ في
في الدول المتقدمه في الزمان بلاد الفرنجي بسوق اقصى شويه من الفروج شويه عشان كونتراست وعشان كده لا مش حاجات كتير هو كان وديت كليرنس الكونتراست ما فيش منه مشكله ولا قطع برضه مش هيعمله مش هيعمله هو عارف ان اسمه قال يا دكتور اسامه لما اجي 10 هيجي موت اثنين عشان الزي بي يو مش عايزهم انا اخد 10 ما يعملش حد مظبوط والناس اللي ما حدش مات معاه خالص يعني على سبيل المثال احنا يعني المنصوره مثلا بتزرع كلها ليفر ريليتد مثلا بس ما تبقاش زي الفل ويلبسونا احنا في ليفر ريليتد في مصر وبرضه برضه علينا ديسكريميشن طبعا بالظبط هم عندهم هاي سيليكشن وعشان كده دايما كنا بنسال في الميتنجز ايه رايكم في المنصوره انهم احسن سنتر في مصر بس ده هاي سيليكتد هي القصه دي انا ما بس معلش لا بس انا الوقت عندي زحمه بالظبط خلاص بالظبط انت هتقلع هناك دلوقتي لما يجي لي مثلا عندي اسمها ايه؟ مركز غسيل اسمح لي بره الموضوع اسمها سنتر بوليس عندنا دكتور يورولوجي ترانسبلانت يورولوجي سافر السعوديه فدي ابواب بقى لو احنا عندنا الطرق خلي بالك راجل هنا خالص سنتر بوليسي هناك بيبصوا اكاديميك بوليسي فما تشتغلش شغلنا مش بتاعتك بالظبط كده السنتر بوس ما تطلعش يعني خلاص تاني قالوا لي المونتاج زي ما قلنا في السلايد ده اتس فيري هاي في العينين دول في حاجه اسمها تبقى بره الموضوع بس بره لا هو ريليتد ثيرابيتيك نيهيليزم اللي بيتكلم عليها الدكتور حسين يعني نيهيليزم دي يعني التندنسي او البوليسي نيهيليزم دي يعني عارف ايه هوايا الشخص رايح اني ما ازرعش العيان الا لو كان بيرفكت مش عالج عيني غير لما عارف الاوت كام بتاعه الدكاتره العظم كتير ما يرضاش زي ما احمد ما يرضوش ركبه مسامير في عينيه كده ما يرضاش يقول لك لازم فدي ده بيسموها ثيرابيتيك نيهيليزم يعني ده تندنسي ويتش مايت بي رونج ليه؟ لان هم الكونسيرن بتاعهم ورثن تو كيدني فانكشن وعشان كده بيليد تو تريتمنت اوف ليس ذان 50% اوف ذيس بيشنت ما بيتعالجوش بس اللي هو جاها برضه هو جاب بدليل ان في تدريب بروجرام اللي مبني على الفيرنس بيناقش موضوع كواليتي اوف لايف ييرز الناس بس برضه في حاجات زي ما احنا حوالين لقوا ان هم عملوا كوهورت ستادي على 140,000 عيان منهم طلع 1000 عيان عنده سي كي دي لقوا ان هم ليس لايكلي تو ريسيف اسبرين بيتا بلوكيت ايس ار افتر انفاركشن تخيلوا مش واحد ام اي بتاع مش عايز يديله لا اسبرين ولا بيتا بلوكر ولا اس ولا ار لانه بس جاست انه سي كي دي فدي يعني صح او غلط مشكله الغريب بقى ان السي كي دي بيشنت اند 30 دي مورتاليتي ريسك ريدكشن سيميلر تو نون سي كي دي بيشنت وان سيفنجز ار لايك بوبيليشن يعني لما بنعالجهم بيحصل الريسك ريدكشن بالظبط زي ما هو بوبيليشن زي ما قلنا الدكاتره مش عايزين خايفين ان هو يعني يخش في مور سي كي دي الدكاتره خايفين ان هم يدوا كمان كلوبيليجرام وخايفين من الاسبرين عشان الماينور بليدنج ريسك مش عايز العيان يجي له اي كومبليكيشن هيز نوت لايك هي دازنت لايك اي ريسك لكن بنقول وين ابروبريتلي تريتد اند مونيتور كارباسكا مديكيشن كان بي سيف في ادمنستر تو سي بي دي بيشنت انا شخصيا بعمل ايه؟ بوقف الاسبرين وماشي كلوز دي كاست ان هو مور بروتكتف لكن الاثنين مع بعض لا الاثنين مع بعض لا ده السؤال برضه سالناه عن الستاتين عيله جايه بيغسل الدكتور قال لي سايبه على الاستاتين تعمل ايه؟ ها؟ شيله ولا تكمل؟ هو لو كان بياكله يكمل بالظبط لو كان بياكله يكمل زي ما قلت لك الكلمه بقى المشهوره جدا واحد عنده سي كي دي ادفانسد سي كي دي انيشيشن او حتى انكريز دوز اوف ايس كان بيسبب كلينيكال سيجنفكت فورس مبين فانكشن عشان كده الاجريسيف تريتمنت بتاعه دوت محتاج ان الدكتور كده يدخل عشان كمان مش بس كيدي فانكشن عشان الهايبر كاريمي ومن هنا بقى الكلمه بقى حسين ان انا لما بدي ايس او ار او بعمل تايتريشن يعني بزود الجرعه لازم اعمل تشيك اب للكرياتين كان زمان بنقول 1714 اتليست انت افتر 1 ويك تعمل تشيك للكرياتين لحد 50% انكريز اوف ذا بيز لاين يعني 2 تبقى 2.6 3 تبقى 4 لحد كده كيب ذا بيشنت اون ايس اند ار كيف هم من اس ان ار لكن لو زاد اكتر من كده واحد بقى اثنين لا وقف خلاص فاحنا بنكسبت اب تو 30% انكريز من كرياتين وده هيبقى ستابلايز غالبا ودين تو مانس وانا اللي انتر مانس هيقل فالمعاني ان النورمال هتموت هتقل كل يوم والضغط عالي بيموت جلومر لاين فلما اوقف الانتر مانس
كل يوم بيعيش بيسرفايف مولدر من الوقت بيوقفه ولا بتيزي من دوز؟ لا وقف لو حصل مولدر 30% لو انت زودت راجع زيادة لو انت ابتديت وقف مش لازم يكون عنده رينال امبيرمنت بس ممكن رينال امبيرمنت وبروتينوريا البروتينوريا زي ما انتم شايفين كده هي سكند موست امبورتنت ريسك فاكتور افتر سموك اكتر من الميل اكتر من الكوليسترول على الاقل عندهم كرونيك هارت ديزيز وسكيمك هارت ديزيز وكل الستادز انا حاجه في الستادز زي كل الستادز زي الايرمان اللوزرتان والالبسرتان كلهم لقوا ريدكشن للانسنس اوف كرونيك ديزيز والبروتينوريا من 40 ل 70% في عين دول وزي ما عارفين كان روسك ايفنت بتبتدي تحصل مع المايكرو البنوريا ثم تزيد مع الاوفر بروتينوريا فانت برضه يو هاف تو كومبير بروتينوريا بروتينوريا لوحدها بتاذي الكلى يعني كل ما عندك مور بروتينوريا فور لونج تايم بيحصل مور بروجريشن اوف كيدني ديزيز فده برضه وطبعا دي الهوب ستادي اللي هي شافت 20% ريدكشن اوف دبلينج اوف سيرم كرياتين فاهم دول الايرما 2 وده كل الستادز اللي اتعملت على الاس والار على البروتكشن اوف ذا هارت باي يوزنج ايس اند ار فالادويه دي از فيري فايتال فور ذيس بيشنت وستوبنج ذيم مايند بيهيفير تو ذا بيشنت يعني ساعات بنتسال طب يغسل بقى يكمل ولا ما يغسلش برضه هنحاول نجاوب على السؤال تمام البراكتيكال ادفايس الايس والار كان بي كوشسلي يوز ان بيشنت وذ سي تي بي بروفايدد ذا سيرم كرياتين داز نوت انكريز بيوند 25 to 30% اوف ذا ريس لاين كرياتين في بقى دواء كمان مهم جدا جدا الالدوستيرون طيب في برضه حاجه قبل الالدوستيرون ايه رايكم في الهيموداياسيس نديهم الاس والار ولا ما نديهمش؟ صار يتعمل عندنا في عين الشمس لقينا ان الاس والار زي ما انتم شايفين كده has nothing to do with hyperkalemia ايه اللي بيعمل hyperkalemia في الدايسيس بيشنت؟ constipation and food constipation and food فاذا انا ممكن ادي الدايسيس بيشنت اس ار فريل دي بقى سؤال مهم جدا للالدوستيرون، ايه رايكم في السبارولاكتون؟ ده فيري امبورتنت دراج في الكارديولوجي. اتس فيري امبورتنت دراج بيعمل ريسك ريدكشن جامد جدا، طب يديه ولا ما يديهوش؟ برضه لو انا عندي سي تي دي زي ما انتم شايفين كده اف يو ار مونيتورنج البيشنت ممكن تستخدم اب تو 50 ملي جرام. اب تو 50 ملي جرام. شرط ان انت فولو البوتاسيوم ان ذيس بيشنت. بس؟ يعني طول البوتاسيوم بس ولا في حاجه ثانيه؟ البوتاسيوم عايز ايه تاني؟ بس اللي جه في دماغك عايز تقول لا لكن في مشاكل خلي عندنا خلي عندنا لا 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 عايز تجيب بيشن هيم لابس زيرو البوتاسيوم زي ما انت عايز بس في سؤال كان دايما كويشن بيترفع هيستجيب ولا لا؟ الستاديز لسه ما جاوبتش على السؤال ده بس احتمال تجاوب عليه اخر بقى حاجه اللي هو 5-5 ده عيان عنده مرض يؤدي الى الاثنين هارت ورينا مع بعض طبعا اشهر حاجه في الاكيوت هي السبسس وفي الكرونيك هي الدايزيس فاحنا بنقول اكيوت زي السبسس او الكرونيك زي الدايزيس او الامايلوز او اللوبس او الفاسكولايتس او السركولوز زي ما قلنا مرض اورجان بيبوظ الاثنين في نفس الوقت بكذا ميكانيزم سواء بقى ان هو سيمباتيك سواء هيموداينامك هايبوكسيا التوكسينز ال ال بي اس بتاعت السبسس في الاكيوت سيتنج لازم طبعا اعالج السيفير سبسس يعني مش هنبلاش نتكلم عن بلاش بتاعت عشان الدكتور حسين عمال يبص لي ومش هتكلم في على هاو تو مانج لكن مهم جدا في الكونسيدريشن ان احنا لازم نعرف ان الفيروس نوب از دينجرس اند كومن اتس نوت ريت Once it begins, it's difficult to interrupt. Achieving prevention is very important. It is not completely reversible in all cases, associated with severe or serious adverse outcomes like high hospitalization, dialysis, and death. We listen to both the inciting event while the bidirectional organ involvement. Let's not forget that the heart is the only organ that
ولازم ابقى واخد بالي مين acute and top ولا acute and chronic disease effect بتاعه عامل ازاي. Prevention طبعا مهم جدا جدا زي ما قلنا، العين داخل يعمل انجيوغرافي، داخل يعمل بروسيجر، داخل يعمل سيرجري، جاله ام اي لازم اعرف انا هتصرف مع العين ده ازاي. ولازم انا كدكتور نيكرولوجي ابقى ماسترنج الكاردرينال سندروم كرايتيريا، الرايس كرايتيريا، وبتاع القلب الامريكان كولج كارديولوجي ولا كارت ستيج حط فين عشان اعرف مين ينفع لمين. ما ينفعش وانا داخل كده ايه بطبش، وغالبا دايما لما الواحد ما بيعرفش يفتي في العيان يرجع للاساسيات البيزكس. طب هو عنده ايه؟ طب رايس ستيج كام وهكذا. فانا هكتفي كده ومش هكمل عشان الدكتور حسين ما يجيبلكش شويه ماجنت بقوله هتبقى. شكرا جدا. بتاع الانيميا العديد اللي هم دول بيختلفوا من على عيلين العظيمين. عيان اللي هو مش على دياليسس. ايوه بيختلفوا؟ اه طبعا، لو عيان عنده هارت فيلير زي ما قلنا كل جرام بيزود 25%، فانا شخصيا بجيبه 13. لكن مفيش ستاندر تارجت. إذا كان سؤالك على كده. أنا اللي هي السيمتوم بتاعت العيان أكاديميك ولا بالظبط كده. مفيش ستاندر تارجت وبعدين خد بالك برضه العيان السي كي دي بيستجيب من غير هيرتو بوينت. ممكن بيتغير نفس الصباح. الصباح ما اسمعش زي كان. المشكلة في الستاديز اللي هي على هيرتو بوينت اللي بتبقى سبيشن كانت على الدوز اللي موجود في العيان. أيوه. مش الكوريكشن أوف أنيميا. فلو أنت بتعالج سي كي دي بيشن من غير هيرتو بوينت إناف الدي اير توقع لحد 15 جرام، ما يهمكش. تفرق كتير. طيب، بس طبعا ده السؤال دلوقتي ده حوالي 3 مع الليشن طبعا. سي جي دي هو بتاع هو طيب 3 في الكاتيجوري يعني لو هو مش يعني لو هو مش يعني لو هو مش يعني ده اللي انا لسه السؤال بقى اللي كان بسيط بتوع كاردولوجي، هو مين اهم الهارت؟ يعني ما دام ولا في مين؟ مش حصل لها بقى يعني انا بس القلب ولا العين يا باشا؟ لا العين طبعا. هو بس حضرتك معلش الاسبرين العين قبل القلب. الاسبرين بس حضرتك قلت الاسبرين حضرتك بتفضل لو العين بياكل الاثنين ساعات بيجي لي وشفر اسبرين وكلوبيليجا. انا بوقف الاسبرين وكلوبيليجا. لان الاسبرين لسه عارفين ان هو ملوش اي رول في البرايمري بريفنشن صح؟ ولا مش عارفين المعلومه دي؟ الستروك في الستروك اسمر لا كلوبليجر اه ستروك اه في الام اي والسي كي دي ماليش الاثنين، انا ماليش الاثنين ما اعرفش بس انا هي كومنت صغيره على كلوبليجر كلوبليجر ده لا لا مش حكايه القصه انا في يعني كان الكونسيبت العادي التطبيق اللي كله بيجري هنا فير او سي دي ما بيشتغلش كويس احد النظريات هو بروجرام اصلا هو بيجري ده بروجرام راح الليفر وعشان كده عمل الجديد الدواء الجديد اللي هينزل مصر قريب هو نزل خلاص فممكن الادويه بتاعت السي تي دي التطبيق وممكن الوريم التوكسنز اللي موجودين زي التطبيق على الاوريزم فهذه نقطه كوشس جدا ما تقولش انا هوقف الكورب لا هوقف الاسبرين هوقف الاسبرين حالات الرايت سايد عارف الاجيشن فريكشن نورمال بس مشكله في الرايت سايد هل ندخل في الكاتيجوري بتاع كاتيجوري طبعا هو ده كنا كونجيشن از فيري امبورتنت الكونجيشن هنا الكونجيشن ده مهم جدا عشان كده انا بقول دايما اللي خدت في الكلى قلبهم جامد في الدايركتس قلبهم جامد في الاس والارب عن الكارديولوجيست فاذا عرفت تلاعب عنها كويس ساعات كتير جدا جدا بيجي العيان مره مسمنه بسيط لكن ما هواش دسم وعنده غير البنو والدكتور الكاردوشي يديله قرص لازم انا بروح مديله ثلاثه بيحصل مارفلوس ريسبونس العين ده اعرف مرات اكثر بلاش المصيبه بالمصيبه مصيبه كبيره بيقلل الشيء في عاره بيقلل الكبد بوظ كل حاجه بوظ كل حاجه فانت كونجست بالظبط ريكونجست يعني ريكونجست
حضرتك في الاس الالجز قلنا ان هم بيستخدموه او بيستخدموا ازاي، انما هل في الاول السي كي دي هل في يعني تطبيق معين في الكريستال كبير من الفيش بعدها الاس الالجز؟ سؤال كويس جدا. اللي مكتوب في الكتب there is no ceiling when to start اس اند ار. There is no ceiling يعني في 6 7 8 سؤال. لكن practically speaking انا ما بديش بعد 4 5. ليه؟ لانه غالبا خد بالكم من نقطه، اولا كلينيكالي هيعلى مش في صار، لان اولا انت بتتكلم على فاضل في العين دوت 15% جلوبر لايف، مهما حاولت بريزيرف ذيس ا بروجريسيف ديزيز، هيخش الكت اوف بوينت اللي هتتكلى على 27 بس. لو الجي اف ار اقل من 45 مللي بير مينت يبقى البيشن ده ويل بروجريس انتو اند ستيج. لو هو فوق 45 يو كان بريزيرف هيز كيدني ثرو اوت هيز لايف. تكلم على الاولى برضه كريتين 3. لا 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 لا. فانت خد بالك النقطه دي، ان العين دوت يو مايت اكسلريت السيكونس اوف دايز، هتسرع فيه دايز لانه كده كده رايح. الحاجه بقى الثانيه اللي هي بقى براكتيكال، ما هياش اكاديمي، ان العين دوت لو راح لاي دكتور غيرك هيقول لك الدكتور جاب له اكيد انا فاهم. ودي على فكره اتس نوت جود، اتس نوت جود، لان معناها انك انت ما زعلوش مني، انا مثلا دكتور كده كويس وغير الدكتور كده وحش، هو اللي هيشتغل. لا انا هقول هو اللي هيزل المرض. انا هقول عشان ازود المعلومه بس تكونتها، لان احنا حضرتك بتتابع ناس كويس. لو انا ما طلعتش في الكرياتين بعد اسبوع يبقى انا هقول لا هقول انا هقول لي انت تبتدي. انا شخصيا بعد 4 5 يعني انا لو مش ضامن اتابعه ومش ضامن اطلب له ما اكتبش. وحتى لو ضامن انا عملتها كذا مره وانا صغير كده وكنت متحمس وكيفين 5 ايه يعني كنت ايه زي كنت بتقول يجيلك ب6.5 ومعاه تقريبا من دكتور تاني انك انت دخلت في نفسي بتوصل الى مشاكل. وحقيقه الامر دكتور لو موجود وسطينا الدكتور عبد الجليل النحاس كان شتمنا كلنا دلوقتي. لو جه فرصه يعني 2 3 ممكن تخاطر، 4 اتس فيري ريسك، اتس فيري ريسك ام ذس هيموت بقى هارت فيلر خلاص. خلاص الى هنا. الى هنا ما نكتبش. الله ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك.